الموضوع التاني موضوع منتخب مصر الاولمبي، تعادل النهارده 0-0 مع اسواتيني، في اسواتيني الحقيقه في التصفيات المؤهله لبطوله افريقيا المؤهله للاولمبياد. النهارده المباراه انتهت بتعادل سلبي زي ما قلت لحضراتكم، وبالتالي مباراه العوده اصبحت مهمه ومصيريه لمستقبل منتخب مصر الاولمبي الطامح للتاهل للاولمبياد. هو احنا هنا في البيت الكبير في هذا البرنامج وفي هذا المكان اتكلمنا على ايه من شهر؟ مش مرة ولا مرتين ولا ثلاثة أربع مرات. ولما كنت بتكلم كنت بتكلم في مصلحة عامة بالمناسبة، وكان واقف في ظهر النادي الأهلي، يعني النادي الأهلي شايف إن المصلحة أهم حاجة، مصلحة البلد، منتخب مصر. انا ما بتكلمش النيابه عن النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده مسؤوليه بالمناسبه يقدروا يتكلموا عنه، لكن انا بتكلم البيت الكبير بقول ايه. فاحنا من اربع مرات خلال الشهر اللي فات يا جماعه من فضل حضراتكم حاولوا تحلوا الموضوع ده من بدري علشان لعيبه الاهلي يبقوا مستريحين ولعيبه الزمالك يبقوا مستريحين، ونشوف ماتش حلو يليق باسم الفريقين الكبيرين الاهلي والزمالك في السوبر في الامارات. لكن طبعا النهارده الناس مش مركزه قوي، لان ده المنتخب الاولمبي هيسيب فلان وهيسيب علان وهيمشي هنا وهيمشي هنا. في النهايه هنشوف ايه اللي هيحصل خلال المباراه اللي جايه. ولكن عارفين دلوقتي حضراتكم اتحاد كره القدم بيعمل ايه؟ اتحاد كره القدم بيعمل ايه؟ في الاول بلغوني يعني عن طريق وسطاء ان احنا عملنا اللي علينا، ويعني هنحاول يعني ناجل الماتش، والكاف ما ردش عليهم. دلوقتي بقى بعد النتيجة دي اتحاد كرة القدم، وانا بقول لحضرتك معلومة، هناك محاولات كبيرة وجادة بيحاولها اتحاد كرة القدم لتأجيل مباراة اسواتيني في العودة. تتلعب 24 ساعة بس، تتلعب يوم واحد بدل ما تتلعب يوم 30، بحيث الاهلي والزمالك يخلصوا ماتشهم 28 واللعيبة اللي هنا واللي هنا يروحوا. طب ما كمل اول يا جماعة، أنا بقالي شهر بنبح في صوتي علشان حضراتكم، عشان مصلحة بلدي طبعا وده اللي يهمني، وتاني حاجة علشان مصلحة نادية ومصلحة النوادي في مصر، كل الأندية. أنا هنا بتكلم على كل الأندية. هو هتدي النادي الأهلي حاجة ومش هتدي الزمالك حاجة؟ لا، هتدي، مش هتدي الزمالك حاجة، هتعمل كده وهتعمل كده، لكن مصلحة المنتخب ومصلحة النادي مهمة جدا جدا جدا. ليه ما حدش بيبص للموضوع غير لما تبقى في مشكله؟ هو كان الموضوع عباره عن ايه؟ ان الناس في المنتخب الاولمبي كانوا متخيلين انهم هيروحوا يكسبوا اسواتيني هناك 3-4 والموضوع يخلص هناك وتبقى الدنيا لطيفه، واللي عايز هنا حاجه يروح واللي عايز هنا حاجه يروح. ممكن تكون فكره. لكن دلوقتي هتعمل ايه؟ تعادلت 0-0 في اولى المباريات، وعندك مباراه مهمه جدا وصعبه جدا. معلومه مره ثانيه بقولها، اتحاد كره القدم يعني مش عايز اقول لحضراتكم بيعمل ايه علشان يحاول تأجيل هذه المباراة ليوم، يوم زيادة، لان هي خلاص اصبح هذا الموضوع مقفول دلوقتي. اتمنى ان تكون صفوف المنتخب الاولمبي مكتملة تماما، وعنده 7 لاعبين في المنتخب الاولمبي، النادي الاهلي عنده 7 لاعبين في المنتخب الاولمبي. اكيد مباراه السوبر طبعا مباراه مهمه، ولكن انا شخصيا اتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. ولكن زي ما لازم اتحاد كره القدم يتحمل مسؤولياته، وزي ما عمل المشكله يحلها، دي مسؤوليه. وانا بقالي شهر وكلمت كل المعنيين بهذا الامر، لكن للأسف الشديد وصلنا لنقطة الصفر، محدش عارف حاجة، محدش تحرك غير لما الدنيا بدأت تبقى مقفلة. بنشوف هيحصل في هذا الأمر إيه.